ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ سارة يوسف معاكم من مرة تانية، وبقدم النهاردة اسورة امان للاطفال. اصل المنتجات بتقدم منتج جديد النهاردة اللي هو اسورة امان للاطفال. دي اسورة طبعا هي معمولة علشان او متصنعة مخصوصة عشان الاطفال اللي بيتخطفوا او بيتوهوا. لو انا خارجة راح السوق، راح اشتري حاجة لنفسي داخل السوبر ماركت ايا كان يعني، فممكن الطفل يتوه مني، ممكن الطفل يتخطف مني. لا، هي دي بتحميه. هي بتكون اسوره مكونه من طرفين، في طرف منها بيتركب في ايدي او ايد الاب مثلا، وفي الطرف التاني بيكون بتتركب في ايد الطفل. طبعا اللي في ايدي انا بتكون كبيره، وفي ايد الطفل بتكون صغيره. طب بس كده ممكن الطفل يتضايق انها متركبه؟ لا، هو بيكون فيها واير معدني بيكون متصل بالاسوره بيدور 360 درجه، دي علشان تخليه ما يتضايقش وهو بيلف مثلا وهو بيتحرك، وما يتضايقش الاب والام كمان يعني. طبعا كده ممكن ان انا اخلي الطفل يتحرك من غير ما يتضايق، وكمان احافظ عليه في نفس الوقت ان هو يضيع مني، ان هو يتوه مني، ان هو يتخطف مني. لو انا زي ما قلنا ان انا في مكان يعني مزدحم، لو انا في الشارع حتى، الطول بتاع الاسوره بيكون متر ونص. من مميزاتها كمان، مميزات اسوره الامان، ان صعب على الطفل ان هو يفكها، يفك ايده، يفك الايد الاسوره اللي هي في ايده. وكمان ده لو حد كمان حابب يقصها، لا هي صعب ان هي تتقص لان فيها فولاذ معدني من جوه. وكمان الطفل من مميزات برضو الاسوره ان الطفل مش بيحس ان هو مقيد، ان هو متكتف، ان هو متكلبش. لا، هي بتكون مناسبه جدا ليه في الحمايه بس مش اكتر. طبعا هي بتناسب طفل من سنه لعشر سنين، وده السن اللي انا اخاف عليه ان طفلي زي ما قلنا ان هو يتوه، يتخطف، يضيع مني. لا، يبقى كده بتناسب الطفل في السن ده من سنة لعشر سنين. كده تمام، انا خلصت. لو في حد عنده اي استفسار ايا كان ممكن يسيب لي السؤال دوت في تعليق. طبعا بنلاقي السعر موجود في وصف الفيديو. كمان اللي حابب يطلب الاسورة بيتصل بينا على 011-24-24-3700 او 010-24-119-119، ولو كان من خارج مصر بيكون 002-011-24-24-3700. وممكن كمان يراسلنا على الواتس على 011-54-37-66-96، وان شاء الله هشوفك منتج جديد قريب جدا. مع السلامة.